يا حاج وائل من كفر الشيخ ايضا، اتفضل. ازيك يا سعاده الباشا؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل. معلش انت حاضر لك كلام يوم الخميس برضه، الراجل بتاع سيدي سالم ده انا سمعتك مداخلتك معاه كويس، تمام سيادتك؟ اللي هي دلوقتي يعني، اللي هي دلوقتي. يا باشا الاستاذ اشرف المحمدي كلمني يوم الجمعه، قال لي بكره ابعت لك معاينه، والصرف كلمني امبارح قال لي انت تقدم ورقه رسميه في بيلة، وبيلة تبعث لنا كفر الشيخ، ما احنا بننزلش كده من الكلام تليفونات. قلت له يعني سيادتك هروح اقدم ورقه رسميه في مين اللي قال لك كده؟ لا استنى، مين اللي قال لك كده يا استاذ وائل؟ يا حاج وائل الباشمهندس اسمه بتاع الصرف شرق الدلتا اللي اسمه جمال فهمي. جمال فهمي، المهندس جمال فهمي، صرف شرق الدلتا. حاضر يا استاذ عزيز، لو سمحت نبلغ المشكله دي للمتحدث الاعلامي وزاره الموارد المائيه والري دلوقتي، ونوصل لرئيس قطاع الصرف في وزاره الزراعه في وزاره الموارد المائيه والري، علشان الناس ما بتشتغلش غير بورق، لان هو المفروض كان ينزل يعمل معاينه، كان المفروض ينزل يشوف ان في مشكله اساسا من قبل ما الناس تروح له، مش هو منتظر ان يجي له ورقه مكتوبه يتحرك من خلالها. على فكره مهندس الزراعه ومهندس الري شغله في الارض وجنب الترع وفي المصارف، مش شغله في المكتب. هتابع معاك يا وائل النهارده يا حاج وائل لغايه لما وكيل وزاره الموارد المائيه والري هيكلمك تاني، او المتحدث الاعلامي لوزاره الموارد المائيه والري، بنطالبه بالرد على المشكله دي. هو طبيعه عمل المهندس الزراعي او مهندس الري في المكتب، ولا ان هو ينزل يشوف المشكله على ارض الواقع؟ هو مطلوب منه ان هو ينزل زي ما كبار المسؤولين في الدوله والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بينزل يتابع المشاريع القوميه وبيشوف احوال البلد واحوال الناس، والسادة الوزراء بينزلوا والسيد رئيس الوزراء، كل الناس دي بتنزل وبتشوف مصالح البلد على أرض الواقع. وانت بتقول لي لسه انا مستني ورقة تجيلي عشان انزل، انا ما بنزلش في التليفونات؟ كان من باب اولى من قبل ما يجيلك التليفون تكون انت موجود في الارض عامل المعاينة وعارف مشكلة الناس دي فين، ده كان من باب اولى. اشكرك يا وائل، وهنطلع فاصل سريع نستكمل بعض الزراعية مباشرة. هذا البرنامج برعايه